دعونا نضيء أكثر على موقف وزيرة الخارجية البريطانية من لندن، مع زميلي عصام عكرماوي مراسل بي بي سي. عصام، مساء الخير. إلى أي مدى يمكن لتصريحات ليز تراس أن تزيد التوتر في المحيط الهندي وتحديدا بين الصين وأستراليا؟ من الواضح أن الخطوة هذه أي بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية كما صرحت الدول الثلاث جاء لتعزيز الأمن في المنطقتي المحيط الهادي والمحيط الهندي، ومعروف أن التعزيز الأمن يعني الصين، لأنه طالما يتحدث الزعماء الغربيون عن التهديد الأمني الذي تمثله الصين للمنطقة. لكن طبعا هناك ردود أفعال، الصين استنكرت هذا القرار أو هذا التحالف الجديد، وأيضا روسيا نددت به، وهناك تحذيرات أيضا من جهات أخرى من مخاطر يعني سباق جديد للتسلح في المنطقة. نيوزيلندا أعربت عن رفضها لدخول هذه الغواصات مياه الإقليمية. إذا هناك يعني انتقادات لهذه الخطوة، خاصة واننا يعني على موعد شهر او اكثر قريبا من قمه المناخ التي ستعقد هنا في جلاسكو في المملكه المتحده، والتي يامل المشاركون فيها في التوصل الى اتفاق حول تخفيض الانبعاث الحراري والتغيرات المناخيه الاخيره. وطبعا معروف ان الصين من اكثر الدول التي تسبب التلوث، لذلك هناك حاجه ماسه للعمل مع الصين. لكن مثل هذه الخطوه قد تؤدي إلى تصلب في المواقف الصينية، لكن الحكومات الثلاث مصممة على المضي قدما بها لما تقول إنه فوائد أمنية. ليز تراس تحدثت عن أيضا فوائد اقتصادية بالنسبة لبريطانيا وإيجاد فرص عمل لآلاف المواطنين البريطانيين. إذا يجب أن نرى كل هذه الأمور في هذا الإطار. توني هناك قبل قليل كان هناك خبر عن اجتماع قريب او لقاء قريب بين الرئيس الامريكي جو بايدن مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون لبحث هذه القضيه. اشكرك من لندن زميلي عصام عكرماوي مراسل بي بي سي، شكرا جزيلا لك عصام.